السلام عليكم. لو بتشتكي من اي حاجة من الاعراض اللي هقولك عليها دلوقتي، فالعلاج في الفيديو ده. هل بتشتكي من سرعة ضربات في القلب مع خوف شديد، تحس انك خلاص الحياة انتهت، انك هتموت؟ هل بتحس في ضيق تنفس في نفس الوقت، مش قادر تاخد نفسك، بتحس ان اعصابك كلها سايبة، بس ان العالم بينتهي، الام كتير في المعدة، وبعد فترة من الوقت بتحس انك بقيت طبيعي، بترجع تاني لطبيعتك تاني جدا، ولا كأن كان في اي حاجة. ازمة وعدت، والازمة بتستمر لساعات، وبعد كده بترجع لحياتك الطبيعية خالص، ولا كأن في اي حاجة. ساعتها بتفكر، بتقول اروح اكشف على قلبي، انا قلبي فيه مشكلة. تروح تعمل اشعاعات وتحاليل ورسم قلب، وبتفضل تدوخ عند دكاترة القلب، وفي الاخر بيقولك قلبك كويس وسليم، مفهوش اي حاجة. تروح عند دكتور لجهاز تنفسي، وفي الاخر برضو بيطلع سليم وما عندكش اي حاجة. بتجري وتعمل بقى اشعاعات وتحاليل وصورة دم، وبتعمل كل حاجة، وبتفضل تزور دكاترة مش تخصص اللي انت بتشتكي منه، وبتهدر فلوس في حاجة اصلا غلط. بعد ما تخلص مشوار القلب ومشوار الجهاز التنفسي، وفي الاخر ولا حاجة، بتبتدي تفكر في جهازك الهضمي. اول حاجة بتيجي في بالك في الجهاز الهضمي، بس انا عندي القولون العصبي. وساعتها بتبتدي تربط ما بين اكلك والحالة اللي جات لك. انا اكلت ايه النهاردة؟ شربت ايه النهاردة؟ ايه اللي حصل معايا؟ بتبتدي تمنع نفسك من جميع الاكل اللي انت اكلته قبل الحالة. بس بعد كده بيجي لك الحالة وانت اصلا مانع نفسك من الاكل ده. طب ازاي؟ وليكن انت رحت للطبيب، قال لك انت عندك قولونك العصبي، وهو اصلا ما كشفش عليك، بس مجرد ان انت قلت له انا عندي الاعراض دي، قال لك ان قولونك عصبي، وابعد عن القهوه، السجاير، البقوليات، بلاش تاكل مسبك، التسالي، اللب والسوداني والفول والكلام ده كله بلاش تاكله، بلاش الحاجه الساقعه بتعمل لك انتفاخ في البطن، بلاش 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 بلاش، في الاخر بيمنعك من كل حاجه. بعد ما تبعد عن كل اللي الدكتور قال لك عليه، وبتبقى حاسس انك خلاص تمام التمام، برضو الاعراض بتجيلك، والانتفاخ ما بيروحش، والحاله ما بتروحش. امال ايه يا ريس كل اللي انت قلته دون؟ في الاخر ايه الموضوع؟ ايه العلاج؟ يبقى تاخد على طول السكه الصح، تزور دكتور نفسيه وعصبيه، روح لاستشاري، لانك حددت الدكتور الصح، وهو بيحدد لك التشخيص الصح والعلاج الصح، لانك في ساعتها بتكون بتعاني من بانيك اتاك. انت بيجيلك حاله من الهلع، حاله من الخوف. وبتجيلك امتى؟ ممكن تجيلك مجرد انك مضغوط في شغل، ممكن تجيلك مجرد انك مخنوق من حاجه بتفكر فيها. انت ممكن ما تكونش بتخاف من حاجه، يعني انت حاسس ان انت ما بتخافش من حاجه، لكن جواك انت بتخاف. افترض ان لو انت في مركب في حته بعيده، مجرد انك بعيد عن الارض، بعيد عن المستشفى، بعيد عن العمار، بتجيلك حاله الخوف. لو طلعت جبل عالي برضه بتجيلك حاله الخوف. انك تركب مثلا تلفريك، بتجيلك نفس الحاله. انك تقعد في صحراء، نفس المشكله. طول ما انت حاسس ان انت بعيد عن الامان، يبتدي يعمل لك الوجع في البطن، يبتدي يعمل لك ضربات القلب السريعه، ضيق التنفس، سيبان الاعصاب، وكل دول لما بيشتغلوا مع بعض انت بتحس ان انت خلاص بتموت. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تشترك في القناه، تدعمنا باللايك والشير، ولو عندك اي تعليق في الكومنتات تحت وهرد عليك. سلام عليكم.